مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من يافيل يافيل. بالحياة منطير فيولة قد ما بدنا، منبهر ومنمليح، منخبي أو منبالغ، ما حدا بيحسبنا. بس بيافيل ياريل ما حدا بيقدر يمرق علينا ولا فيل. الحقيقة هي كل اللعبة. رح نسأل ضيوفنا من أهل الفن والإعلام والسياسة والسوشيال ميديا أسئلة واضحة وصريحة، ومن الأفضل يقولوا الحقيقة مثل ما هي، وإلا رح يكون ناطرهم تحدي حرزان. إذا شمينا ريحة كذب، في جمهور صالي وناطر وهو إله الحق يصدر القرار الأخير. إذا جمهورنا وافق إنه ضيفنا عم يقول الحقيقة واقتنع، بيكون زمط، وإذا شاف في فيل طاير رح يدفع ضيفنا ثمن كذبته ويصير مجبور ينفذ التحدي، ومش أي تحدي. حدا ملاحظ انه هالكم سنة موضة التياب صارت بتشبه لبس المهرجين بالسير؟ لا فعلا فعلا مش مسخة. بناطلين واسعة، كنزات ملونة ما بتشبه البنطلون، وما في قطعة خاصة بالتانية، يعني كأنه نقيت تيابك ولبستهم هي مقطوعة الكهرباء. وحدا ملاحظ انه خلصوا افكار التياب الجديدة، فرجعنا ندرج الاشياء القديمة. يعني من 15 سنة كان دارج بنطلون الباجي الواسع ابو 45 جيبة هيك، وهيدا انقرض مع غنية يا يا تبع أشر. بتذكروا غنية يا يا تبع أشر؟ بس رجع هلا درج، ايه بس باسم جديد، كارغو بانس. صار الكارغو بانس هلا. ناطلين البيجاما البجاما، ايه ناطلين البجاما رجعوا درجوا، بس صار اسمهم سويت بانت. يعني يمكن اذا رجعت جبت كالسون ستك العتيق وسميته سويت كالسون بيرجع بيدرج. حتى القمصان الواسعة المقلمة تبع السبعينات رجعت درجة. بس انا يلي خيفين منه انه يرجعوا يدرجوا السوالف الطوال مع جنزير الذهب هيك والووكمان. حتى الالوان القديمة رجعت درجة. درجة هديك السنة، هديك السنة كانت درجة الوان الاورانج مثلا. اوكي العونية ما اخذوا عز فيها، بس الاورانج كان لون، يعني كان لون ما قصر. السنة اللي قبلها كان دارج لون الاخضر، السنة درج البينك كرمال باربي. انا لابس بينك. ولك حتى لعبة باربي رجعوا فيقوها من القبر ودرجوها، مع انه منطقيا باربي لازم تكون تيتا هلا وعم تعمل ابر كورتيزون بركبها. بس اكثر موضة مزعجة بالنسبة الي كانت الاوفر سايزد، يعني كل شيء اكسترا اكس اكس ال. انه الله خلقك اكسترا سمول، ضعيف هيك، ليش بدك تفتش على هودي الاكس اكس اكس ال وبنطلون ال 36 بس ليهم تلبسهم بتكون مبسوط، مع انه طالع شكلك مثل ستيكة البليار اللي لابسه بدله عن جد هيك مبهبطين. انه فهمني شو الحلو بالاوفر سايز، لاي اوفر سايزد يعني. اكيد يلي درج الموضه امه مقصصته وما كان بدها تدفع له حق تياب، فقالت له مثل الشاطر تلبس تياب خيك الكبير. ما ننسى الكروب توب كمان عند النسوان كثير حلو، بحبهم هيك كشكل يعني. هي الموضه درجت بال 2005 ورجعت هلا. هلا بصراحه الكروب توب حلوه وكل شيء يعني وبتضلها تزبط، بس بليز اعترفوا انها بتعمل اسهال. ما حدا يقنعني، ما حدا يقنعني انه فيك تكشفي عن بطنك 16 ساعة وتنامي بالليل مرتاحة. انه في غازات، في غازات لازم توتال تجي تستخرجها هيك. حتى عوينات الشمس، عوينات الشمس صاير شكلها غريب، هيك في كم موديل من هول كبار. يعني قبل كانوا يغطوا عيونهم، هلا عم يغطوا وجههم بالعوينات، هيدي اللي مثل عيون الدبانة، عرفتوها؟ وجه الدبانة بتصير يعني. نجي لقصات الشعر. يعني فرق عبد الحليم، تذكروه هذا فرق عبد الحليم حافظ تبع 1967. هلا موضة بس مع واكس، حط له واكس. هيدا الفرق، الفرق يلي امك كانت تعمل لك اياه بالمشط انت ونازل هيك على درج البيت قبل ما تنزل على اوتوكار. هيدا صار ترند، نعم بتلقط فيه صبايا كمان. والترند الثاني هو الشعر القصير.
قصير على الواحد، الوان ديجري هيك بهيدي المكنة، مثل قصة المساجين. نعم، انه انت الديرتي بوي يلي بدك تشد البريتي جيرلز، عرفت كيف؟ واسوأ انواع ترند هو المشاية مع كالسات. لا 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 لا، ما عم بفهم مين هالفطحة لدرجة مشاية مع كالسات. ما هي المشاية معمولة لتبورد الاجرين والوفي. مشاية مع كالسات بيبقوا لابسينها الشباب هيك مبسوطين، واوفر سايز مشاية يعني اكبر من اجره. ماشي يعني مشاية بيو لابس كأنه. خليه بدك تترتب من فوق وتلبس مشاية مع كالسات من تحت. يعني كأنك رشش ديودوران عبطات اجريك وتارك تحت باطك. مش نفس الشيء؟ أو البناطلين المخزقة، موضة قديمة يعني بعدها دارجة، مش إنه مخزقة من مطرح مطرحين بس. هلا عم نحكي عن بناطلين كأنه ناتشة كلب بيتبول له شهر مش آكل. وأخيرا السكربينة يلي أنا شخصيا بكرهها، السكربينة الشفافة. عرفتوها؟ هيدي اللي بتشوفوا صبيع الإجرين من تحت. هيك بينه صبيع إجريها البنتين فتين كذا. مزروكين زرق مثل ركاب الميني فان، عرفتوا هيك مثل محشوكين فوق بعض هيك، الاول معربش على التالي، التالي على الرابع والخامس، كلهم مكفشلين مش قادرين يتنفسوا. يا حرام يا محلى المشاية مع كالسات. ليش يا مدام بدك تلبسي باجرك شفاف وتحضرينا هالفيلم الرعب هيدا؟ فيلي بنفهمه من كل قصه هالموضه انه ما حدا يكب شيء، ما تكبوا ولا قطعة لأنها قديمة. بنطلون واسع، كنزة مخزوقة، جاكيت محروقة، بوكسر مبخوش من ورا، كله احتفظوا فيه، احتفظوا فيهم كلهم، لأنه كل موضة شايفينها اليوم فيل، يمكن بعد كم سنة تصير ريل.